الحيوان اللي اخذ شهاده جينيس باسجع حيوان في العالم. هذا الحيوان ما يهم احد وضد اللدغات وضد كل شيء تقريبا. اسم الحيوان غرير العسل. فعليا راح تنصدم من هذا الحيوان. تخيل بان الاسود والنمور والضباع والثعابين تخاف منه. تخاف منه عشان هو شجاع قادح مغوار، ويوصل طوله ما بين 55 سنتي ل 77 سنتي، حتى ما وصل المتر. عادي ممكن يفترس ثعبان طوله 3 امتار وياكل، وممكن يقوم من النوم من لدغه الثعبان ولا يصير له شيء وياكل الثعبان طبيعي. وغرير العسل يمتلك جلد سميك جدا يحميه من كل شيء، يحمي من لدغات الثعابين وعضات الحيوانات المفترسة. وجاني سؤال وبحثت، هل غرير العسل ضد الرصاص؟ وطلع فعليا ضد الرصاص، وعنده وسيلة حلوة يخوف فيها النحل عشان ياكل العسل. بس مجرد ما يقرب من الخلية راح يفسي عن الخلية ويكتم النحل، وراح يهرب النحل وياكل العسل. بالرغم بانه حجمه صغير ولكن يمتلك دماغ كبير، يعني الحيوان ذكي. لا تستغرب بان الحيوان ممكن يوصل لشباك بيتك ويفك الشباك وياكل الاكل الموجود في بيتك ويهرب. وفي الختام، تخيل صاحب واحد شجاع زي غرير العسل.